السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الخوت. أنا اليوم دايز وهي الترتيبة هي واحد العلامة قام بها الكساب الكبير المعروف في منطقة فلسطين مسكين السي عبد الحق بن الريدة اللي كان حي بلاد المنطقة. هانتوما خوتي تشوير، هانتوما حولي السردي بن الريدة، السردي بن الريدة. هانتوما الطريق، الطريق اللي كدير لعند بن الريدة راه الدار ديال بن الريدة الشيخ. إذا هذا هو خوتي، هذا هو التشوير اللي قام به سعد الحق اللي كنحييه من هذا المنبر على المجهودات اللي كيقوم بها. هذا في إطار باش الناس اللي كيجيو للطيعة ديال سعد الحق ما يتلفوش ويعرفوا الطريق، ويعني هذه مجهودات ديال الكسابة، يعني الكسابة اللي معروفين في المنطقة. كنحييه من هذا وكنتمناو لهم التيسير، يعني اللي جاي لعند عبد الحق يوصل لهذ البلاصة ويدور يدور على الليل. ها الطريق اللي غادي لعندنا هي هذه الطريق، راه كتمشي وكتطلع راه الدار ديال عبد الحق بن الريدة راه كتبان من هنا. يعني مجهودات كبيرة كيقوم بها هذا الكساب لتشهير هذه المنطقة. كنتمناو من الله ييسر ليه الله في الكسيبة ديالو. اللهم بارك، اللهم بارك الإخوان. يعني كنتمناو من الله لجميع الكسابة في منطقة بني مسكين الزهار والتيسير في العمل الذي يقومون به. أي واحد، يعني أي شاب، كنتمناو ليه التوفيق. والله ولي التوفيق للجميع، لا السي عبد الحق بن الريدة، لا الاخوان الخليل، لا يحيى بن الريدة، لا السي فريد المزابي المايسترو، كلشي كلشي. يعني خاص تكون واحد التآزر، واحد فهمتي، واحد التعامل يكون بين الكسابه باش تبقى ديما محافظين على سلاله السردي. وحنا بدورنا كصانعين محتوى وكمهتمين بالكسيبه وبالفلاحه كنتمناو لهم التيسير. وكاع الناس اللي كاينين اللي كاينين هنايا، العشاقه ديال السردي، كنتمناو لهم التيسير. وهذه يعني غير تارد انتباهي وانا نشاركها مع الاخوان اللي كيحبونا في هذه القناه. ودمتم وفيين لقناه حولي السردي بن مسكين، والى اللقاء.